أن التامي بن ناني لا زال على قيد الحياة، وأن المحكمة أعطيناها المعطى بأن السيد تلقى في تمارة وبأنه داروا بخصوص واحد مجموعة من الفيديوهات وتعرفوا عليه وتعرفت عليه الأم وتعرفوا عليه الإخوة، وبأنه في حد الحالة ديال الصدمة ما كيتكلمش وتجاوبوا معاه، ولكن على حساب المستشارة بأن الأم كانت حاضرة وبأن تعرفت على الابن ديالها، وحتى لدرجة أن قالت لنا بأن الابن التامي بن ناني ملي شاف الأم نزلت منه الشيد من عينيه. واش ما كتشوفش انه حتى الطريق اللي درتو فيها نوع من الذكاء؟ بالدارجه المغربيه درتو لهم خاطرهم، قلت لهم اسيدي حنا غنديروا القانون نشوفوا واش هو ولا لا. يعني كيبقى عندكم شق ثاني، اذا ثبتوا السيد الفاضل العكس غادي تكيفوا على دعوه قضائيه انتوما، ادلاء بيانات كاذبه، اهانه ديال 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 ولا عرقله الملف هذا، وغادي تحطوها امور اخرى. واش ما كتشوفش انه الطريقه ديالكم فيها نوع من الذكاء؟ انا عندك معلومه مغلوطه مع احتراماتي. أستاذ هادي هادشي تنقول لك وثائق راه ماشي أنا اللي تنقول. أنا عندك المحضر وعندي شنو كاين. راه اللائحة وسد الهواتي فيها هادشي. نكمل لك. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى، كنتواجدوا محكمة استئناف في الملف الشهير تامي بن ناني. مشاهدينا الكرام معايا الأستاذ حسون محامي بهيئة الدار البيضاء اللي بطبيعة الحال هو تيدافع على أحد المعتقلين في الملف. تطورات جديدة في الموضوع وكذلك واقعة فيها علامة استفهام غنشوفها مع الأستاذ. أستاذي اليوم من 9 الصباح وحنا هنا في المحكمة، درت ولي عليكم كيفاش دازت الأطوار، وفي الأخير أعطيني هاد المفاجأة اللي مازال ما فهمتهاش مزيان. نبع العموم اليوم إن شاء الله المحكمة كما سبعتونا مع 9 ديال الصباح، وحنا بناء على ملتمس ديالنا باعتبار القضية جاهزة، المحكمة أمرت بتأخير الملف من أجل تداول فقط هل الملف جاهز أو غير جاهز. حنا تمسكنا بأن الأفعال المنسوبة إلى هاد الناس غير قائمة في حقهم، تمسكنا بأن الملف الآن خدا سنتين وثمانية أشهر، بما يعني قابل على 3 سنوات، وهاد الأشخاص هذو هو الاعتقال الاحتياطي، وتمسكنا بأن اليوم وصلنا حوالي الجلسة 40 وباقي لحد الآن ما كاين حتى شي حكم في الزوال، واننا المحكمه امرت باستدعاء الاشخاص الذين سبق ان تم المطالب استدعائهم عن طريق النيابه العامه. غير مفاجاه اللي حضرت ان احدى المستشارات القانونيه التي كتعرفوا دائما كتكون في هذا الموضوع بالخصوص وكتحدث عليه، ان التامي بن ناني لا زال على قيد الحياه. هذه المفاجاه احنا قدام المحكمه والتمسنا من السيده ان تمثل امام القاضي ومثلت قدام القاضي، وأن المحكمة أعطيناها المعطى بأن السيد تلقى في تمارة وبأنه داروا بخصوص واحد مجموعة من الفيديوهات وتعرفوا عليه وتعرفت عليه الأم وتعرفوا عليه الإخوة، وبأنه في حد الحالة ديال الصدمة ما كيتكلمش وتجاوبوا معاه، وفي هذا الخصوص تقدموا بشكاية أو بكتاب إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية تمارة بأن التامي بن ناني هو ذلك الشخص المتواجد في ابتدائية تمارة. السيد قاضي الجلسة أعطانا أننا لابد من تقدموا بملتمس كتابي اليه من اجل استماع لهذه السيده ليلى المستشاره في هذا الموضوع، باش تنور المحكمه بخصوص هل التامي بن ناني لا زال على قيد الحياه ام ليس على قيد الحياه، وحتى ان السيد وكيل العام الملك لهذه المحكمه انه ايد هذا الطرح والتمس باننا ناخذ الاجراءات القانونيه عن طريق مراسلتي ومراسله من يهمه الامر باش نستبيان حقيقه هل التامي بن ناني على قيد الحياه او غير على قيد الحياه، خاصه ان الطرف خصم هو الذي اصبح ينادي بان التامي بن ناني هو مازال الان على قيد الحياه. استاذ هذه مقدمه كنشكرك، غادي نكون شيئا ما باش الراي العام يستوعب معنا الامور، هادشي شويه فيه نوع من الغرابه. المستشاره معروفه اللي هي بطبيعه الحال مع بن ناني. هاد الطلب اللي قدمات هي واش كتاكد فيه انه طلب استاذي قدمته النيابه العامه في التماره؟ لا دخل الطلب ديالها هي نعم. اتبع معي في السؤال، خدمته لتمارة نعم. على اساس واش هي قدمت طلب باش يشوف هذا عنصر الشبه ديال هذا اللي تبعه عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الام في الاخير قالت هذا ماشي ولدي، ولا كاين عندكم انتم شي ادله اخرى بانه هي في الطلب ديالها اللي قدمات للسيد وكيل الملك بتمارة تؤكد انه هذاك راه هو التهمي بن ناني؟ لا احنا دابا الطلب لحد الان ما عندناش شي صوره منه او طلعنا عليه، وانما بالتصريح ديالها شخصيا
بان تقدمت بطلب او اشعار او احاطه الى السيد وكيل المملكه الابتدائيه تسمه، كتقول فيه بان الابن المختفي المبحوث عنه التامي بناني هو مازال الان على قيد الحياه، وهو ذاك الشخص المتواجد في المنطقه المعينه، وصرحت لنا بانها حتى القيده ديال المنطقه انتقلت اليه ومجموعه من العناصر الامنيه انهم شافوه وداروا شي محضر ولا شي حاجه بانه راهم وجدوا هذاك التامي بناني، والان كيقلبوا واش دار لا ديان ونشوف الاجراءات اللي باغي يديرهم. والراي ديال الام واش تقول في هذا الموضوع حسب التصريح اللي شفتي؟ الام الان ما كايناش، الام كنظن بان حسب ما راج الان بان مسافره لكندا، باغي متواجد عام الجلسه اليوم، ولكن على حساب المستشاره بان الام كانت حاضره وبان تعرفت على الابن ديالها، وحتى لدرجه ان قالت لنا بان الابن التامي بناني ملي شاف الام نزلت منه شي دمعه من عينيه. هنا غنمشي معاك لشق اخر استاذي الفاضل. نعم. هاد المعطيات اللي كتعطينا الان الا كان هما تقدموا بهذا الطلب على اساس اللي تبين الحقيقه وتبت، واش ما كتشوفش انه حتى الطريقه اللي درتو فيها نوع من الذكاء بالدارجه المغربيه؟ درتو لهم خاطرهم قلت لهم اسيدي حنا نديروا القانون نشوفوا واش هو ولا لا، كيبقى حقكم ما خديتوش هاد الذكاء مع من؟ انتم مأكدين بانه ماشي هو؟ علاش مأكدين ماشي هو؟ مادام ان الام كتجي كتقول لك بان هذاك هو الابن ديالي. حنا عندنا حقيقة في ملف معينة بأن كانت عندنا واحد الجثة ولا دين خرجت ماشي هي هذيك، وجثة جبدات من القبر ماشي هي هذيك، والأم كتجي وكتجي قدام المحكمة. إلى أنا أتذكر بأنه في الجلسة السابقة جات قدام المحكمة وكتقول بأن هاد الناس هادو ما كنظلمهمش وبأنهم ما قتلوش ولدي وبأنهم بأن الإبن ديالي لا زال على قيد الحياة. يعني كتشدوا على هاد كلامها اللي كيقول لك ديال هاد الكلام أنه في المحاضر أستاذي الفاضل أنتم كتأكدوا المحاضر ديال الضابطة القضائية وكتكلموا على الناس اللي بطبيعة الحال كتنوبوا عليهم. أنه ديك الجثة راه التامي بناني فين توفى؟ اللي وقع فين حطيناه؟ هنا حيدتوا أنتم هاد الطريق ومشيتوا معها في الصيرور على حساب كلامها. دابا أنا بالنسبة للمؤازرين ديال المؤازرين كنوب علي أنايا، هذاك المؤازر ديالي كيقول لك أنا ملي حطيناه راه ماشي اطباء وما راه كيدير عندهم 18 عام، راه يقدر انسان فاقد الوعي ولا في غيبوبه ولا كذا تحطه وتقول بانه راه ميت، لانه ماشي عنده مثلا وسائل باش يعرفوا، ماشي طبيب هو، ولكن حطيناه وجات من بعد واحد الوقائع على لسان الام وعلى لسان الطرف الاخر المستشار اللي معاها كتقول لك بانه مازال على قيد الحياه. اذا اشنو غادي نكذبوا؟ ام كتمسك ولا مستشار بانه مازال على قيد الحياه، ماشي كنسير في خطرها، هذه كتاكد واحد الواقعه معينه بان الاشخاص المعتقلين معتقلين ظلما وعدوانا، وبين اعتقالهم اعتقاد تعسفي بان الابن المبحوث عنه راه الان متواجد ومعروف في منطقه معينه لا الام ديالو ولا ذلك المستشار. يعني كيبقى عندكم شق ثاني، اذا ثبت استاذي الفاضل العكس غادي تكيفوا على دعوه قضائيه انتوما ادلاء بيانات كاذبه يا انا ديال 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 ولا عرقله الملف هذا، وغادي تحطوها امور اخرى. واش ما كتشوفش انه الطريقه ديالكم فيها نوع من الذكاء؟ انا يستحيل بالنسبه من الاشخاص الذين اتكلفوا بالنيابه عن مؤازرتهم ان يتقدموا في مواجهتي باي شكايه كانت في تعلق في هذا الموضوع هذا، لان انا ام وكنحترم الام وكنحترم العاطفه ديالها وكنحترم انها باغا تعرف الحقيقه كنت حتى الابن ديالها ملي بحثت عليه. انا كنشكرها الان هذا المنبر، كنشكر الاستاذه ليلى انها جات وقالت واحد الواقعه معينه، انا كنشكرها لان انا شنو هو اللهم نصلح الامور ونصلح الخطا ولا التمادي فيه. نتما دابا ان كاين مقتول وكذا وحتى شي حاجه ما كاينه، ولكن ملي كنعرف واحد الواقعه معينه ونجي وبجرأه وقفت قدام المحكمه وقلت لها مستعده قدام المحكمه قدام القاضي بانها غادي تدلي بتصريحات متعلقه بالتهم بناني الان راه موجود وعلى قيد الحياه. السؤال الاخير استاذي الفاضل، ما كتشوفش انكم تعطلتوا؟ هذه الواقعه وقعت شحال هذه في مواقع التواصل الاجتماعي، كله شاف ذاك الشاب تيقولوا واش هو دولة لا، دازوا مورا جلسات، انتم تاكدتوا بانه ماشي هو، عندكم طرق الالف باش تبحثوا، علاش بقيتوا حتى لدابا؟ حتى دابا لان اليوم عاد سمعنا بصفة رسمية، اما في مواقع التواصل الاجتماعي او تصريحات هنا هناك ما يمكنش دير، ولكن اليوم كانت واحد صفة رسمية من طرف شخص معني بالامر كياكد واقعة وكانت عنده الجرأة باش يوقف قدام المحكمة ويصرح بها. هنا حنا ما يمكنش مثلا نتقدموا بطلبات وما عندناش الحجة واليقين، ولكن اليوم الان ملي كيجي شخص لان اعتراف المرء خير من اقامة الحجة عليه، كيعترف لنفسه بان كاين واحد الواقعة معينة، حنا الان كنمشيو مع ذاك الطاح ديالها وكنمشيو في الواقعة بان التامي راه مازال على قيد الحياة. دي سياسة جميلة دايرين استاذ، هذا حقكم بطبيعة الحال. ماشي سياسة، حنا كنمشيو في اطار الملف، اطار المناقشة ديالو، في اطار المعطيات والواقع المستجدات، راه كل ملف كان اشخاص كما قال الزميل كتلقى 20 عام هو مختفي
على انه قتل و20 عام كتبان الجثه ولبان الشخص بانه باقي على قيد الحياه، وهذا الشيء اللي واقع بالنسبه لتامي بناني. راه حيتكون كان بهذا الاطار استاذي الفاضل باش انا الاول نقتنع، كاين اجراء قانوني غديروه الاول انكم غادي تواصلوا مع النيابه العامه الاولى لانه هي اللي كتحدد وتقدموها للقضاء وياخذ القرار. انتم واجهتوا هذا الشيء في الجلسه، يعني الامور غتعكس، خص مصر تمشي عن طريق النيابه العامه ترجع للجلسه. ما كانش عندنا السلطه وما عندناش الوسيله باش انا نقول نطلبوا من السيده المستشاره بانها تجي مثلا تفضي بواحد الافاده ديالها امام القضاء، ولكن ملي كانت المناسبه وحنا في الفتره كنستناو باش الجلسه تنعقد افضت لنا بهذه المعطيات وبهذا الفيديو اللي عندها، وحنا ما كان منا الا نقلنا هذا الواقع الى المحكمه في شخص رئيس محترم واللي كان عنده حصه رحب واستمع للطرح ديالنا، وانه رشدنا باش نتقدموا بطلب الاستماع عليه بصفه رسميه وسوف تمثل امام المحكمه وباش تدوي الافاده ديالها بصفه رسميه وغتسجل في محضر رسمي. هذا جواب طبيعي الحال تيخولوا لكم القانون. هذا الموضوع ديال الليله. نعم. عندي اسئله اخرى جد مختصره. نعم. تبارك الله شتي سك الاتهام. نتبع الامور، كاين امور اللي بطبيعه الحال انتم ما موافقينش عليها كتناقشوها في القضاء الجالس. انا غنبدا معك المسألة الأولى، ملي خرجت هذه الورقة اللي فيها لائحة ديال الهواتف، كاين رقم هاتف ديال أب واحد من المعتقلين. أباء ماشي أب. لا أب، هما كاينين ثلاثة، هما عندك جوج المعتقلين. أنا اللائحة طالت عليها. طالبة استماع لجميع الأشخاص اللي كاين أسماء ديالهم في المحاضر وأبائهم، حتى لدرجة أن شي صاحب سيارة ديال السجن كتقول لك بان لقاك الرقم ديالو في هذا وكتلتبس الاستماع اليه. انا سيدي غتمشي معايا على واحد بعدا. عندنا واحد السيد معتقل، الاب ديالو رقم الهاتف ديالو اتصل بالاب ديالو في التاريخ اللي وضعوه في المحاضر انه هو عرف بانه بناني كما قال هو في المحضر توفى. هنا دوركم انتوما، هذاك الاب اللي تكلم معاه شنو دار بينه مع ولده؟ السؤال الاول. السؤال الثاني، هذاك رقم الهاتف ديال هذا الاب علاش ما دارش هو دار عليه خبره مع من تواصل؟ جاوبني على هذه الاولى استاذ. عندك معلومه مغلوطه مع احتراماتي. لا استاذ، هذه هادشي تنقول لك وثائق، لا ماشي انا اللي تنقول. انا عندك المحضر وعندي شنو كاين. لا هذه ابلته استاذ. باش نكون معك. انا كنقول لك كاينه ورقه اللي فيها الارقام ديال الهواتف في الساعه في التاريخ ديال واحد من المعتقلين كيتصل بالاب ديالو. مزيان وتتحدد المكان فين اللي هي طماريس. تعيط لبواه بالدقيق. هذاك الاب ديالو اللي تواصل معاه اشنو دار بينه وبينه؟ السؤال الاول. وثانيا شنو عمقتوا انتوما الطلب الملتمس ديالكم في تعميق البحث معيط لبواه اشنو دار بيناتهم؟ وثانيا الخبره على ذاك الاب مع من تواصل من بعد، علاش هادشي ما خدمتوش عليه؟ كون وقع اتصال ما بين احد المتهمين. اللائحه وسد الهواتف كملك. كون وقع اتصال بين احد المتهمين وبين احد الاباء، انا كلاصلي ما غنوصلوش نهائيا لهذا الملف اليوم. كنت بكات. وهاد الورقه وسد اش تقول؟ هذه اللي فيها اللائحه ديال الهواتف؟ من اللي دارت الخبره على الهواتف؟ من طرف الفرقه الوطنيه حددت المواقع ديال الاشخاص، حددت الاتصالات اللي داروا ديك الليله كلهم. لا وجود لاي اتصال ما بين احد المتهمين والاب ديالو. انا كنهضر معك بخبره، ماشي كنعطيك لائحه اللي تقدم بالكامل. هذيك اللائحه استاذ منين جات؟ هذيك اللائحه عطاتنا واحد قال لك اتصل بها في حسيمه، عطاتنا واحد اتصل بها فيها 61-06-61 بين واحد ولا بلاتي بين واحد معتقل اتصل بالاب ديالو نفس الرقم. الاب ديالو كيتواجد في المنزل حتى هي مدرجه كاينه، والنمره ديال الابن تواصل مع الاب ديالو بشكل مباشر في نفس الوقت الوقت اللي وقعت الواقعه. باش تقول لي شي لائحه دارتها الفرقه الوطنيه ولا شي حاجه، ولا لائحه عند السيده؟ عندكم كلكم فيها اللائحه ديال مع من تكلموا اتصالات. اللوائح اللي عندي انا عندي نسخ منها. لا وجود لاي اتصال هاتفي ما بين اي اب واحد المتهمين. اتصال وحيد كان ما بين الحدث الذي هو الان في حاله صراح وما بين المتهمين، وهذه هي اللي وقعتهم في الخطا وهي اللي كانت سر في كشف الحقيقه. اما اتصال ما بين اب واحد المتهمين انا اقول جازما، وانا عندي اللائحه وعندي ماشي لائحه، عندي خبره اللي تزات على الهواتف ديالهم كلهم طيله ديك الليله وقبل، بانه ما كاينش اتصال هاتفي مع الاباء. انا كنقول لك حباده لو كان اتصال هاتفي ذاك الوقت كنت عرفت بزاف الامور وما نوصلش هذا المفحد الان حنا ان شاء الله. هذه غادي نسجلوها على اساس هذا الرقم اللي قلت لك ديال الاب. انت قلت لي ماشي ديال الاب. يعني لا ماشي انا، لا انا ما باغيش نعرف حتى شي رقم. علاش؟ لانني انا عندي خبره تنزلت الفرقه الوطنيه كتحدد بان العناصر ديال الاتصال اللي اتصلوا لا وجود لاي اتصال مع الاب ديالهم. الاتصال الوحيد اللي داروه ديك الليله كلهم مع المتهم الثاني اللي كان في حاله صراحه فقط. مسألة الثانيه، وعندي سؤال اخر جوهري في الموضوع. واحد في المعتقلين هو من 9 الصباح هو خدام الرقم ديالو،
ديالو وفيه لابونمون، ولكن هادو اللي مورطين معاه في الملف دابا تيتصل بهم في الصباح بالرقم ديال البناني وما تيأكدوها في المحاضر، تيقولوا فلان تيتصل بهم، واحد الفئه محدده تيتصل بهم بالرقم ديال البناني. علاش في نظرك؟ نعرف السؤال، عاود السؤال، عاود السؤال. واحد من المعتقلين اييه اللي هو موضوع النقاش، نعم، الهاتف ديالو فيه لابونمون وفيه المكالمات، كيدوي به مع الناس من 9 الصباح باستثناء اللي معاه، اللي معتقل معاه، وكذلك الشاهد تيتصل بهم بالرقم ديال البناني من 9 الصباح حتى الليل، رغم انه التيف ديالو خدام وتيستعملو. كيفاش كتشوف هذه المساله؟ من 9 الصباح، من 9 الصباح ذاك النهار الواقعه، والمضحيه والمتهم في السياره، ومشاو حتى للدار البيضاء ورجعوا في السياره، كان ملازم ليه، بما يعني سواء غيتكلم بالهاتف ديالو او بالهاتف ديال الزميل ديالو او بالهاتف ديال الضحيه السيد بنان شاده، هذاك ما كيفرقش، لان يقدر واش عنده، كان عنده مثلا شارج مشارجي او مشارجي او مقطوع عليه التليفون، كيتكلم بالهاتف ديال بناني، فهمتيني؟ بان الواقعه باش يتكلم معاه ما كتشكلش نهائيا شي قرينه. تقدر تجي، تقدر تكون انت بالصدفه انه تيتواصل مع اللي في هذوك بالتليفون بناني بالضبط. حيت كاين معاه. لا طافي استاذ، راه غيعيط مع كل شيء. لا حيت كاين هو ويا ملازم ليه، كون كان مثلا نقول السيد مثلا الضحيه ما كاينش معاه. وخي التليفون ديالو ما كاين مشكل، ولكن الضحيه معاه وهو ويا في السياره وحده من الصباح، تمشيو قتلوا المخدرات ورجعوا كذا، هما ملازم بعضياتهم، بما يعني انه يتصل بهاتف ديالو. انا كتوقع انا نقدر معايا نعطيني تليفون نتكلم به، ماشي مانع. هذا تيبقى الجواب ديالك. انا مرحبا، بقى عندي سؤال اخير والاخير استاذ، فيما يخص الشاهد. الشاهد كي في التصريحات ديالو تيقول بانه هو في وقت الواقعه كان في المنزل وتليفونه ما خدامش، فهاد اللائحه ديال الهواتف كتثبت. شنو الشاهد؟ شاهد اللي هو ما معتقلش، معتقلين جوج، واحد شاهد. هذاك الشاهد تيقول في المحضر ديالو بانه الوقت اللي وقعت الواقعه انه هو ما كانش معاهم، وكان في المنزل ديالو من 8 العشيه. هذا حسب التصريحات ديالو. اللائحه ديال الهواتف تقول عكس هذا الكلام، انه كيجيري مكالمه كيتكلم مع المعتقل مع 10 ليل في وقوع الواقعه، عكس ما يروج وعكس ما كان في المحضر. هذا السيد لا لا شي لا 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 شي كاين استاذ، انا حتى هو انا قدامي انه في المحضر ديالو تيقول انا دخلت لدارنا مع 8 ديال العشيه، السلام عليكم، بقيت كنخدم الهاتف مزيان، ولكن في اللائحه ديال الهواتف فيها مكالمه كدور بينه وبينه مع المعتقل. كيفاش؟ الوثائق استاذ اللي في الوجه. انا تصدق الخبره دارت على الهواتف، في الاول كان هناك كذب، لا حقا انا ما اتصلش، كل مشينا عصا في ديورنا. ملي جات الخبره على الهاتف عطاو التموقع، ما عطاوش التموقع ديال الدار، كون كانت غتكون هذه مسجله في المحضر غادي يقول لي ملي اتصل بالتليفون اتصلت به في 10 الليل كنت متواجد في احد البيوت ديال احد المتهمين، احد المعتقلين. اعتقد بانه الوثيقه استاذ اللي كتشوف انت اللي قلتي دابا شنو فيها؟ فيها رقم الهاتف، فيها المده اللي استعملها، الدقائق، وفيها الاسم. بعض الاماكن ما تيكونش الاسم وتيكون العنوان، كاين اللي فيها طماريس مثلا وقعت الواقعه، هذا الشيء راه كاين في الوثيقه استاذ كما كتشوف انت. كنشوفوا انا عندي الوثيقه الان استاذ، راه فيها استاذ الله يرضي عليك، عندي وثيقه الان فيها التموقع. هنا اش قالوا ليه البوليس؟ ماشي قال لي ميدو معاه، قال لي فوالا انت لقيناك في الدار ديال فلان، قال لي انت كنتي في المحمديه، ما قالوش دار ديال فلان ولا كذا، فهمتي؟ ما قالوش في دارهم، ما قالوش لي، قالوا لي كنتي في المحمديه والاخر كاين في طماريس. واش عندك كاينه في الشرائع ديال الهاتف؟ فين شتي هاد الشيء؟ راه عندك في الوراقه استاذ. استاذ الا كاين انا معاك. الخبره اللي كاينه شنو فيها؟ كيجيو مجموعه ديال الاتصالات اللي كاينين، التوقيت، المده الزمنيه، مع من اتصل، كتجي خريطه هي اللي فيها التموقع. اتصال مثلا فيه طماريس، كيف حكى طماريس، وكيف مثلا اتصال حكى الساعه بصل في محمديه، والبوليس في الخلاصه اليوم ان كان اتصال في محمديه، ما كاينش اتصال ديال شي عنوان، كيقولوا طماريس، كيقولوا مثلا فازناتا، كيقولوا هذه، وكيقولوا عاوتاني محمديه، ولكن ما كاينش شي عنوان ديال شي دار. وكان ذاك التموقع عطونا العنوان، غنلقى افيشي عند الضابط القضائي والفرقه الوطنيه، غيقول فوالا بان السيد لقيناه في الدار ديال فلان فلان، القينا مكالمه قال لي اتصلتي من المحمديه مع طماريس فقط. هذه هي الملاحظه وهذا هو السؤال. وانا كنشكرك على سعه الصدر ديالك معايا، وانا صراحه تنحتار، ما كنت نعرف تبحثوا على الحقيقه. بحالي بحالك، انا معاك استاذي، غير هما هذه الاسئله تطرح، وانا ان شاء الله غنشوفوا هذه الوثائق، ولا كان اي حاجه غنخبروا بها الراي العام. انا غير الكلام اللي قلت لك شفتو في وثائق كاين. لا انا الملف حفظته، غادي نحاول نشوف ما امكن
هاد الوثائق ارجع لهم وغادي نجلس انا وياك ونتناقش انا وياك، وكنتمنى اني نغير الراي ديالك بهذه النقطه هذه وهذا الخصوص. شكرا لك استاذ، الله يوفقك. شكرا، بقى معايا غادي نختم مشاهدينا الكرام. استاذ مشكور صراحه انه سعه الصدر ديالو معنا في الملف اللي تيبين الحقيقه اكثر، رغم انني كنشوف هاد علامات استفهام ديال هاد الاجراء القانوني اللي داروا بطبيعه الحال اللي كيتكلموا على المستشاره على الطلب اللي قدمته للنيابه العامه بتمارة، الا ان الاساتذه بالذكاء ديالهم لهم راي اخر انهم غيتبعوا هاد الطريق باش يتاكدوا. على اساس انني كنت مع الاستاذ في الموضوع بسؤال جوهري، لماذا هاد الطريقه؟ هل هي تصفيه حسابات بين الاساتذه وهاد المستشاره؟ قال لي لا، حنا ما يهمنا ان الا كان هذا الشيء بصح تبت لنا الحقيقه انه هذاك هو بناني باش نسدوا هذا الملف. كنشكروها على الجرأه ديالها، كنشكروها على الجرأه ديالها وبانها قبلت بان توقف امام القاضي وتبدي بهذه الحقيقه هذه. انتم راه شحال وانتم عارفين السوشيال ميديا معروف بلي ذاك الولد شافوه قالوا يمكن هو. لا احنا ما عندناش، جاني غريب. ما كانش عندنا، لا ما عندناش الحجه، ما يمكنش انا مثلا السيده غادي غما تجي، ولكن اليوم باللي جات ودارت خطات البادره وبغات تصرح بهذا التصريح هذا، حنا كنشكروها وحنا على هذا الموقف ديالها على اساسه غنتقدموا وغنديروا داك الشيء اللي قلتي انت في اطار الملتمس هذا باش نبينوا الحقيقه ونعرفوا واش التهمي بناني مازال على قيد الحياه او ما كاينش على قيد الحياه. استاذ شكرا لك. مشاهدينا الكرام، حنا على تتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص موضوع غريب بين مد وجزر، تهامي بناني. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.